الدكتور هاني جماعة، وكيل وزارة الصحة محافظة الشرقية. أهلا بحضرتك عبر بوابة الجمهورية أونلاين. أهلا وسهلا إحنا بحضرتك بنهنى وعلى حضرتك مساء الخير. يعني بتولي حضرتك مهام المنصب الجديد، ونتمنى كل التوفيق لحضرتك. بالتوفيق إن شاء وحضرتك الله. شخصية عظيمة وقيادة نجاح في وزارة الصحة. شكرا جزيلا. كنا عرفنا إن حضرتك ستزف خبر لأبناء محافظة الشرقية عن تشغيل وحدات لإذابة الجلطات الدماغية. إن شاء الله. كنا عايزين نتعرف من سعادتك على شكرا جزيلا لحضراتكم، منورينا ومشرفينا، ويعني إن شاء الله خلال خطة عملناها في النصف الثاني من عام 2024 قبل نهاية العام إن شاء الله يبقى عندنا في محافظة الشرقية 10 وحدات إذابة جلطة دماغية بمستشفيات مديرية الصحة بالشرقية، وإحنا إن شاء الله خلال أقل من أسبوعين هنفتتح 5 وحدات منهم إن شاء الله، سواء كان في بلبيس، في السعديين، في أبو كبير، في فقوس، في الزقازيق العام. إن شاء الله إحنا الوقت بننتهي من تجهيز الأماكن وشبه انتهينا، بنبتدي ندرب القوى البشرية اللي موجودة عندنا، عاملين تدريبات مع أساتذة من الجامعة، وإن شاء الله يبقى في تنسيق مع كلية طب جامعة الزقازيق في تجهيز الحقن، وبنتكلم مع الشركة الموردة على أساس توفر لنا عدد الحقن الموجودين، خط السير اللي هيبقى للمرضى والتجهيز عليه، التنسيق مع الإسعاف هنا في محافظة الشرقية، وهيبقى فيه إن شاء الله وعي مجتمعي، وهيبقى فيه برامج توعية علشان الناس تعرف إمتى تتحرك، تتحرك فين، وإيه المطلوب بالظبط. وهنتهز الفرصة ديت ونقول للناس مريض الجلطة الدماغية وليه احنا بنتكلم في وحدات إذابة الجلطة الدماغية. إذابة الجلطة الدماغية ديت من أكبر الأسباب اللي تؤدي للوفاة، ممكن السبب الثاني أو الثالث عالميا. أول سبب بيؤدي للشلل في العالم حاليا هي الجلطات الدماغية. طبعا مريض الجلطة لا قدر الله يا إما بيتوفى الجلطة المخية، يا إما بيحصل فيه شلل في جانب من الجوانب أو أحد الأطراف. المريض بيحتاج علاج فترة طويلة ورايح جاي وتحاليل وأشعات وعلاج طبيعي، وشخص بيبقى شخص غير منتج، والأسرة نفسها بيبقى فيها مشكلة، وياما شفنا مشاكل كتير من الجلطة الدماغية. احنا بقى إن شاء الله ربنا يسهل المريض ده، في دواء الدولة بتوفره بالمجان سواء كان عن طريق التأمين الصحي أو عن طريق نفقة الدولة، العيان بياخد العلاج وبعدين تاني يوم ولا تالت يوم بنستكمل الإجراءات، عشان المهم عندنا هو المواطن المصري. الدولة بتتحمل التكلفة اللي بتبقى توصل لأكتر من 20,000 جنيه للمواطن. إمتى أروح المستشفى وإمتى أشك إن أنا عندي جلطة دماغية بقى؟ ده بيبقى عيان سليم تماما، ما كانش فيه أي مشكلة عنده، فجأة مثلا وهو بياكل المعلقة وقعت منه وهو مش قادر يرفع المعلقة تاني.